في غضون ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول تأمين مباراة المنتخب العراقي ضد نظيره الأردني في البصرة في إطار تصفيات القارة الآسيوية إلى كأس العالم 2026. بيان للوزارة ذكر أن استعدادات الداخلية لتأمين مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأردني تجري بانسيابية عالية، لافتا إلى أن المنتخب الأردني وصل إلى بلده الثانية العراق وبحماية وضيافة إخوانهم العراقيين. وأشار البيان إلى أن استقبال المنتخب الأردني تم بالورود والترحيب وجميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية. وأضاف البيان أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي يتم بذلها لإنجاح هذه المباراة. مشوار طويل دوريات راح ترافقك الما توصل للبصره، راح تكون دوريات مرافقه لكم الما توصلون معززين مكرمين. الله يبارك فيك. ايش نعتبر هذا وعد منك؟ ابدا، انا نفسي قائد الشرطه جيتك بالصيف. الله يبارك فيك. انا قائد شرطه لمبار جيتك بالصيف. يعطيك العافيه. امر السيد الوزير هذا. واهلا وسهلا بكم. كل الهلا، شرفتونا. شرفتونا، اهلا وسهلا بكم. عليكم. شلون الاحوال؟ تحتاجون اي شيء؟ تريدون شيء؟ بالسلامه. والله ما قصرت. أخوكم قائد شرطة الأنبار، إيش تحتاجون؟ إحنا حاضرين، شرفتونا. أخوكي وطريقكم، طريقكم سهل، ومن ترجعون هم أكو قوة نوصلكم لطريبين. ورقمي موجود يم أخونا عبد الرحمن، موجود عنده. أنا موجود بعد. والله ما شاء الله عليكم، القوة إن شاء الله. كل الهلا بكم، شرفتونا. القوة الله يفتح عليكم. نقول لكم تحيات سيد معالي وزير الداخلية. هلا شرفتونا، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا. كل الهلا، كل الهلا، كل الهلا.